أهلا بكم من جديد مع الأستاذ عبد الزهرة الطالقاني، مدير العلاقات والإعلام. أهلا بك أستاذ عبد الزهرة. أستاذ عبد الزهرة، أكيد انشغالات الوزير واللقاءات المكثفة مع المسؤولين في مجال السياحة والثقافة السورية أنطتنا وقت قصير جدا من معالي الوزير، فأكيد راح تنطينا معلومات وافية أنت إن شاء الله. بداية. أستاذ عبد الزهرة، كيف تصفون حاضر السياحة العراقي؟ واقع السياحة الحقيقة هو مرهون بالمستقبل. نحن ننظر إلى المستقبل ولا ننظر إلى الواقع حاليا؟ المستقبل السياحة في العراق واعد إن شاء الله. هناك مقومات كثيرة تدعم هذا الرأي. في العراق مجموعة مقومات لسياحة دينية كبيرة، ومجموعة مقومات لسياحة أثرية أيضا، وهناك مجال لسياحة طبيعية مثل ما كانت في السبعينات والثمانينات، سياحات أخرى ممكن تكون ثقافية وسياحة مؤتمرات وسياحة علاجية وطبية وكل أنواع السياحات الأخرى بما فيها الرياضية التي يمكن أن تنبتك بعد إنشاء المدينة الرياضية في البصرة واستقبال خليجي 21. أستاذ عبد الزهرة، ما هو دوركم في إعادة إعمار المرقدين العسكريين الشريفين في سامراء؟ ينحصر دور الوزارة في الإشراف على البنى التحتية لأثر هذا المرقد الشريف حتى لا تتغير المعالم المعمارية للضيح. هناك لجنة شكلت لهذا الغرض من ضمنها أعضاء من الهيئة العامة للأثر والتراث للإشراف على جميع مراحل بناء المرقد اعتبارا من الأسس والإضافات حتى لا يتم أي تغيير بالبنى الأثرية في المرقد الشريف. أستاذ عبد الزهرة، هل حصلتم على حصة من المنح والمساعدات الدولية؟ لأغراض السياحة لم نحصل على أي منحة دولية، ليست هناك منح مخصصة لهذا القطاع حسب الظاهر، بأنه يحتاج إلى الكثير من هذه المنح بما فيها تدريب الكوادر السياحية التي تحتاج إلى إعادة تنظيم، وكذلك بعض البنى السياحية أو المرافق السياحية في محافظات بغداد والعراق. إلا أن في مجال الآثار هناك عدة دول تدعم جهودنا في مجال الآثار بما فيها تأهيل المتحف الوطني العراقي والمتاحف في المحافظات وأيضا عمليات التدريب. أهم جانب في هذا المجال هو اليونسكو، منظمة اليونسكو تقدم دعم مباشر في مجال التدريب وتدعمنا أيضا في استعادة آثارنا المسروقة. أستاذ، هل لديكم علاقة مع المنظمة العالمية للسياحة؟ موجود مثل هذه العلاقة سابقا، قطعت هذه العلاقة وثم أعيدت بالاجتماعات الأخيرة بالمؤتمر الأخير للمنظمة، وأعيد العراق لأضوية المنظمة وأيضا منح نائب رئيس المجلس التنفيذي.